ودايما كده انا ونهاد وكل زملائي الحقيقه بنبتدي معاكم الحلقه ونكون متحمسين، خاصه لو بنتكلم عن حاجه ليها علاقه بشؤوننا احنا كمواطنين وان الحكومه حاسه بينا وبتتدخل علشان يعني تحدي من جشع التجار. يعني نهاد لسه هقول لك بقى هند، يعني اكيد كلنا بنعاني من جشع التجار، واكيد كلنا الفتره دي بنتكلم على غلاء الاسعار اللي فجاه لما بننزل اي مشوار ونروح اي حاجه ازاي الحاجه غليت قوي ازاي. مزبوط. وتدخلي محل تلاقي حاجه بسعر، تخرجي تروحي محل تاني تلاقي الحاجه سعرها مش زي ده. مظبوط. لو رحتي سوبر ماركت ممكن تلاقي ده بيبيع كيس السكر وكيس الرز بسعر والسوبر ماركت التاني بيبيعه بسعر. عشان كده الحكومه بتتدخل بقى. بتتدخل. خليني اقول بقى ان احنا هنتكلم عن الاجراءات اللي بدات الحكومه في تنفيذها لضبط الاسواق ومحاربه الغلاء. وامبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مهم بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه واللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه، وده لمتابعه توفير احتياجات المواطنين. وخلال الاجتماع ده اكد رئيس الوزراء ان اهتمام الدوله الاول حاليا بيمثل في توفير السلع مع وجود طبعا سعر عادل ومعلن لكل سلعه، وايضا تفعيل المنافذ والشوادر اللي بتوفر السلع باسعار مخفضه بمحافظات الجمهوريه المختلفه. وايضا وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في فتح منافذ بيع السلع باسعار مخفضه، وايضا معارض اهلا رمضان، وده هيكون في مختلف المحافظات، وده اكيد هيكون اعتبارا من يناير القادم باذن الله وحتى نهايه شهر رمضان المبارك. كلنا بنستنى معارض اهلا رمضان واهلا مدارس كمان. واهلا يعني مدارس لان دي بتسهل كتير على المواطنين، خاصه انها بتكون بتخفيضات بتصل ل 30% يمكن اكتر. والاجراءات دي الحقيقه انها بتساهم بشكل كبير جدا، خلينا نقول كده بمنتهى الثقه، في السيطره على الاسواق ومواجهه جشع بعض التجار. ايضا الدكتور مصطفى مدبولي اكد خلال الاجتماع على نقطه مهمه جدا وهي اهميه التنسيق مع المحافظات لتوفير الاماكن المطلوبه لإقامة بقى الشوادر والمنافذ المختلفة، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، خصوصا المناطق النائية والأكثر احتياجا. كمان شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على نقطة مهمة جدا وهي إيه؟ تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية اللي بتعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة، زي مثلا وزارة الداخلية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والعديد من الجهات الأخرى. وخلينا برضو خلينا كده نقول لحضراتكم وننوه على الوسائل اللي أعلنت عنها وزارة الداخلية واللي من خلالها يقدر المواطن أنه يبلغ بجرائم احتكار السلع ورفع الأسعار. من الوسائل دي بقى يعني أنا يعني عايزة حضراتكم تركزوا معايا في النقط اللي هقول لكم عليها دي. الإبلاغ في الإدارة العامة لشرطة التموين، مقرها فين؟ مقرها في شارع قصر العيني بوزارة التموين. والإبلاغ بأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة. وكمان لو عندك أي بلاغ عن أي تاجر حسيت إن هو بيغلي الأسعار وبيخرج عن الإطار العام، خلينا كمان نقول إن احنا هنبلغ عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال اتصال برقم التليفون. ورقة وقلم بقى واكتبوا ورايا 240 60 800. هقول لكم الرقم مرة تانية 240 60 800. كل دي ومعانا على الشاشة دلوقتي كمان بيظهر عشان تلحقوا كمان لو ما كتبتوش ورايا تنقلوه. الأرقام دي وكل الصفحات دي مهمة جدا، لأن يعني الحقيقة أن كل الاجتماعات اللي بيعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيتفضل بالتوجيه للسادة المواطنين بأنه يا جماعة احنا من حقنا أن احنا نحافظ مع الدولة المصرية على استقرار الأسواق بشكل عام، فأي حد عنده أي بلاغ يتوجه بيه وما يترددش، سواء بقى في الأماكن اللي قلت لحضراتكم عليها أو جهاز حماية المستهلك أو العديد من الجهات المعنية، كل حاجة متاحة لنا. واللي يطمننا إن الدولة المصرية دايما موجودة مع المواطن، بتحفظ ليه حقه، بتحفظ ليه يكون عنده اختيارات بديلة. يعني ما هو لما يكون عندك أهلا مدارس وأهلا رمضان والعديد من المعارض فدي كلها اختيارات بديلة إلجأ ليها، في حين إن يعني لقيت إن التاجر مثلا أو بعض التجار، عشان برضو ما نعممش، بعض التجار يكونوا بيزودوا فألجأ ليها، فده كله هيظبط الأسواق. وخليكم متأكدين إن في كل أزمة الدولة المصرية بتأكد إنها قادرة
على ضبط الأسواق، قادرة على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية الهامة. عمرنا ما شفنا أي نقص في السلع، في ظل إن كانت دول العالم كله وقت جائحة كورونا كانوا معلش يعني بيقننوا إزازة زيت واحدة، سكر معرفش قد إيه، لكن إحنا عندنا الحمد لله ما حسيناش بأي أزمة. فكل التوفيق إن شاء الله لبلدنا الغالية مصر يا هند. يا رب يا هند، وفعلا حاجة جميلة إن نحس إنه إحنا مش في إيد التجار وبنواجه جشعهم لوحدنا، إن الدولة في ظهرنا وبتساعدنا لده وبنديهم كمان سبل. لا لو في حد قابل جشع لأي تاجر يقدر إنه يبلغ على طول زي ما أنت لسه قايلة.